السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ مع بعض تنظيفات عميقة جدا. شوف المطبخ ده، هنبدأ بصي هنا مكان بقى الزبالة بتبقى محطوطة والمية بتقع ودهون بقى وحاجات كتيرة كده. المطبخ ده ما تنظفش بقى له فترة حلوة حلوة يعني، هو مساحته ضيقة، في البوتاجاز جنب مش عارفة ايه، جنب حاجات كتيرة كده يعني. المهم المنظر اللي انتوا شايفينه ده، احنا ننظف البوتاجاز. طبعا المطبخ ده قديم قديم جدا جدا، بقاله 20 سنة ولا حاجة. انت دلوقتي لو عايزة، لو عروسة او بتجددي، اعملي الحيطان بتاعت المطبخ سيراميك، حتى لو سيراميك او اشاني اي فرزة مش مشكلة. طبعا هنغسل بقى حاجات كتيرة. الفيديو ده هتشوفي فيه حاجات حلوة، هنشوف البوتاجاز بتاعنا هننظفه ازاي، هننظف الارضية ازاي. الصابون الشمس اللي احنا عاملينه مع بعض اهو جميل جدا جدا، انا بعمله سايب. هننظف حاجات كتيرة والفيديو هيبقى على مراحل. يعني ايه؟ هنغسل مواعين الاول. خلاص طبعا المية السخنة بتدوب لك اي دهون، والسلكة الناعمة دي اهو هتلاقي الدنيا ماشية، سخان غاز او مية مغلية كوبيها عليهم كده، بتسيح الدهون وبتسخن الحاجة. يعني ايه بتسخن الحاجة؟ يعني بتلاقي مثلا الحاجة اللي استلس اصلا سخنة، فبتنطر الحاجة اللي عليها اهو. اهو طبعا السلكة من سخنية المية بتبرم كل شوية، فانت بتحاولي تقدري تغيري السلكة غيريها، مش هتقدري تغيريها ما تغيرهاش. احلى نوع صابون بقى في السوق دريل. لو انت عندك مشاكل في ضوافرك، في صوابعك، في ايديك، عندك حساسيه، جلدك حساس، هو الدريل. اوكسي في الدرجه الثانيه، ده حسب تجربتي يعني، وجربت كتير وجربت حاجات كتير الصراحه. بقول انت حلو. حتى السايب ده، السايب ده انا بستخدمه للحمامات وللارضيه والكلام ده كله. غطا البرطمانات بتاعتنا الازاز اهو بستخدمها طبعا. السيليكون انا بقى ده مسامير فوق الحنفيه كده، مسامير مفرزه بحط فيها الحاجات اللي بتتصفى دي كلها على طول، الاشاني على طول، السيراميك من فوق كده. مش جايبه حاجه يعني، انا دقه مسامير طويله، فبتاخد المسامير الطويله دي تاخد كذا حاجه اهو. السرنجه دي سرنجه نظيفه، العيال بيلعبوا بيها. طبعا سلكه ناعمه، واي صابونه وش يبقى في نسبه بطاطس عاليه، بتلمع الالومنيوم تلميع مش طبيعي. بتحط حته كده وبعدين عليها شويه دريل كده، هتقولي لي الحاجه بيبقى ريحتها يعني رتان او ريحه لا. لمعت طبعا المطبخ كنت سيئة جدا، فانا ما كانش يهم ان انا لمع كل حاجة التلميعة كمان يعني. كنت عايزة اخلص، كان عندي مواعين كتيرة. طبعا ممكن تتعرضي لظرف مرضي، تتعرضي لاي حاجة كده، حاجات كتير، هو بياخد منك اصلا وقت اكتر. يعني انت لو بتعملي الحاجة اول لما تتوقف مثلا، هتلاقي الدنيا ماشية معاكي حلو. بس المشكلة ان انت مثلا، احنا مش فاضيه للمطبخ بس، في حاجات تانية كتيره بتتعمل في البيت، الاولاد، المذاكره، انت بتكون انت صحتك تعبانه، فقعدتي فتره مثلا بعيد عن المطبخ، او بتطبخي وبتعملي كل حاجه بس ما بتقفيش تغسلي، فالحاجه بتاخد وقت كتير جدا. تخلصي الحاجات دي ازاي؟ بميه سخنه. سخني ميه، لو ما عندكيش سخان غاز او سخان كهرباء، سخني ميه وفي حله كبيره او طشت، وقعدي وحطي فيها الحاجه بشويه اريال او بشويه بريل. الاريال فيه بطاطس عالي قوي جدا جدا يا جماعه. هتشوف البوتاجاز بتاعنا حالته مزريه جدا النهارده، هنعمل مكون من غير خلطات، من غير، اوعدك بقى من غير، هتشوفي منظر رهيب. والبوتاجاز بتاعي ده انا شاريه قريب، لان انا كان عندي بوتاجاز قبل كده، كان عندي فريش قعد معايا 15 سنه، صد بقى وبرده كده من كتر الاستخدام، لان كنت بخلص فيه كل حاجه الصراحه. كان جميل قوي قوي قوي. انا بحب البطمانات الازاز، ما بقتش استخدم بلاستيك خالص، البلاستيك بينجاب شكله حلو، بس مجرد ان هي صفر يلقط دهون اي حاجه بيبقى عبء نفسي عليكي وبيبقى منظره زبالة. لكن الازاز الصراحه، اي برطمان ازاز بيقع تحت ايديا وبقدر استخدمه بستخدمه.
اهو السرنجة ديت بتاعت العيال بقى، انا بغسلها من السخنة. ودي حلة كان مكانها خلطة محشي. ساعات انا كل مرة بقى وقت بشتغل في حاجات كتيرة على اخر اليوم ما بقاش قادرة بقى ايه اكمل شغل في المطبخ والحاجات دي كلها، فبيتراكم طبعا الحاجات دي وغلط. طيب لو انتي مثلا حالة المطبخ مزرية زي بتاعتي دي تعملي ايه؟ نظفي واحدة واحدة، يعني هتنظفي المواعين الارضيه مثلا تغسليها غسله، حتى لو مش غسله 100% بس شلت نسبه دهون، ترجعي تاني نغسلها كمان مره. فهمتي؟ المطبخ طبعا زي ما انت شفتي في اول الفيديو الدراج بتاعته واقعه لانه مطبخ قديم قوي قوي والخشب اصلا نوعه مش نظيف. هعمل ايه؟ هركب فيه قماش. انا مش هركب مشمع لان المشمع ده هيقشر بمرور الوقت، برضه بيتبقع وكل حاجه، لكن القماش هتاخده تحطيه في الغسالة. والمشمع عايز يتخيط تخيطه معينه. لا لا انا ان شاء الله باذن الله هتابع معاكم في موضوع المطبخ ده وترتيبه، سهل جدا وتنظيفه. بس الحاجه السيئه اللي فعلا في مطبخي ان هو بلاستيك، يعني على الجدران مفيش كراميل. البلاستيك ده سواء بلاستيك او زيت اي دهان يعني في المطبخ دي الاوزون، لكن السيراميك مجرد هتجيبي مقشه فيها شويه مشابك وشويه بطاطس تمشي بيها الدنيا تلمع معاك. لكن المطبخ بتاعي انضرب وشين قبل كده وغسلت قبل كده وعملت فيه كل حاجه، بس سيء سيء سيء. لكن يا بنتي لو انت اهو ده الصابون بقى، انا كنت نقع العيون، ده صابون شامل. الصابون ده انا هاخده هنزل بالارضيه لانه قوي جدا، انا عاملاه ببطاطس قوي جدا جدا جدا. لو انت مش ضامنه نوع او مرق العيون بتاعتك بلاش خلطات قويه لانها ممكن تاكلها. يكفي انك تغسليها تحت الحنفيه، بتجيبي اي صابونه وش وتروحي حطاها كده وغسله. انا هوريكي دلوقتي. هتقولي انت ما وصلتيش لدرجه النظافه 100%، هقولك يعني تنظفي 70% احسن ما يبقى وسخ 100%. فهمتني؟ وبعدين انا نظفه دلوقتي كمان يومين، انظفه كمان مره كمان 3 ايام اهو. شفتي اي صابونه وش عندك؟ هتقولي لي صليت صليت فيها نسبه بوتاس عاليه جدا 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 عشان الناس كده تستخدمها، مش عشان هي بقوه الليمون، يعني خلي بالكم من النقطه دي. فهو البوتاس اي صابونه وش، روحي عند الراجل بتاع الصابون قولي له انا عايزه ارخص صابونه وش عندك. ارخص صابونه وش عندي دي بيبقى فيها نسبه بوتاس عاليه جدا، صناعه رديئه، فهتلاقيها بتلمع معاكي الحاجه اهو. وان شاء الله هوريكي فيديو للناس اللي بتشتكي من ان الماسوره بتاعت الحوض ده صفاقا بس خالص وكانت مكتومه، لان طبعا احنا بنرمي فيها الشربه وبنرمي مهما كان بيترمي فيها دهون ومهما كان بنحط فيها ميه مغليه، فاحنا استخدمنا الحوض بتاع المطبخ كبير جدا جدا جدا. فانا هوريكم ان شاء الله في فيديو انا سلكته ازاي. ولو عندك مواسير صرف على السطح وبتنسد وما بتعرفيش تعمليها هوريكي برضه. نعمل كده سلسله تنظيف تعجبك قوي قوي قوي، والخلاطات والكبه اهو. يعني ده مثلا منظرها دلوقتي زي ما نظفتها في اول الفيديو؟ لا طبعا. وخلطة الكركديه، بتجيبي كركديه وتحطوهم فيه بشوية اريال والكربونات، يا بتخلي الدهون اللي على اي حاجة بتجري قدامك كده. تعرف كويس قوي 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 قوي. وهتشوفي البوتاجاز هنعمل ايه فيه دلوقتي. البوتاجاز انا بفك الوش لان كنت بتغسلي البوتاجاز الميه بتقع تحت بتنزل على سقف الشوايه بتخليها تصدي تقع منك، خلي بالك من النقطه دي اهو. انا فكته طبعا الحته اللي وراها دي ان شاء الله في فيديو تاني
هغسلها غسلة حلوة واحط عليها مشمة. الورق اللي هو الابيض ده اللي هو البلاطات اللي بتتلزق دي ما بتلزقش حلو خالص ورا البوتاجاز، ما بتستحملش الحرارة. اما بتتوسخ هي عايزة حتة نظيفة، فلما تتوسخ تتنضف كده. البريل اهو بصي بقى، البوتاجاز بتاعي خفف زي الصين زي الزيت من تحت عليا فيه، وجبته غالي عن ثمنه اساسا، بس اهو هنمشي نفسنا باي حاجه بقى. الحاجه طبعا انضربت سعرها، انضربت 20 يعني. طبعا سر التنظيف الميه المغليه، الميه المغليه اللي السلج ده بيسخن من الميه اللي انت بترميها عليه مغليه، فبينطر الوسخ اللي عليه. هتشوفي شكله دلوقتي في عامل ازاي، طبعا الصوره غريبه قوي 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 يعني. وشوية اريال اريال اريال، شوف الماء مغلية ازاي. اريال الاريال ده في ظرف التنظيف. ولو عندك مساحية فول اوتوماتيك بتنظف طبعا احسن من العادي مليون مرة. انا بقى السلكة اللي استلس الخشنة ديت انا مش بتك عليها قوي. ليه بقى؟ لانها بتجرح الحاجة، يا دوبك بتشيل القشور من بره كده وبعدين اعيد على السلكة. نعم، لان السلكة ديت شديدة بتجرح الحاجة. مية مغلية، مية مغلية، تحط ايدك على السلس، تحط ايدك على السلس بتاع البوتاجاز تلاقيه سخن. انا بستخدم الاريال بره الباب اهو. اهو شفتي بقى الحوض عامل ازاي. في واحدة صاحبتي قالت انت ممكن تجيبي كسر سيراميك وتلزقيه جنب بعضه على الحيطة. ابقى اجرب الموضوع ده، لان المطبخ بتاعنا اولا تهويته سيئة جدا، فلما ضربناه لون حلو كمان باظ، فهو عايز سيراميك. اللزقات بقى اللي على الحيطة ديت اللزقات مؤقتة بس، الصراحة هي بتنقذ الشكل، الصراحة بيبقى معفن قوي يعني. طبعا محروق حواليها اهو، لان اصلا نوع الاستانلس ده وحش فبيتاثر بالحراره جامد يعني، بس هي حاجه مقضيانه وخلاص. انا ما بقى ربنا يكرم ونبقى نجيب. شوفي بقى النظافه دي، الميه الجاريه على سطح البوتاجاز احلى طبعا من انك تنظفي. طبعا في الجنب هنا هناخد الصابون ننظف الجنب، الجنب ده والجنب التاني، وننظف الوش. انا عايزه اوريكي المنظر عامل ازاي. اها ركبت، وركبت المسامير وراه، وركبت العينين، عيون البوتاجاز. عيون البوتاجاز بقى هقول لك تركايه. عيون البوتاجاز ده انا هعمله على الحيطه من ورا ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله. والعيون البوتاجاز والحاجات دي كلها نطفت اهي اهو. برميل المشي بتاعنا اهو اللي الناس بتسال عليه. الرول ده جميل وبيستحمل غسيل وبيستحمل كل حاجه، جميل الصراحه. عين البوتاجاز ما تحطهاش الا لما تكون ناشفه من جوه، عشان ما تمسكش في حجره الغاز اللي بتصدي وتقفش في بعضها، وده غلط على الغاز. خلي بالك من النقطه دي.